فالرقم الاولاني اللي معانا النهارده هو 49، معرض الكتاب. والعنوان النهارده بس مش مكملين الاسم الرسمي، هو معرض الكتاب للامطار الموسميه. الدوره 49 لمعرض الكتاب، وكل تقريبا يعني 45 سنه من ال 49 اللي فاتوا بيحصل امطار غزيره جدا في معرض الكتاب، تعرض دور النشر لخسائر فادحه وتقلل عدد الزوار في ايامه الاولى، وكأن معرض الكتاب منكوب بالأمطار. والحقيقة إن هي مش حسبة صعبة ولا حاجة، ما هو أكيد مش هنعرف نمنع الأمطار، فلكن نقدر نفكر في طريقة نغير ميعاد المعرض، على الأقل نجهز المعرض لأن إحنا عارفين إنه ميعاده في الشتاء، فعلى الأقل ما فيش عرض في برة أو إنه دور نشر هتتأثر أو أي حاجة. لكن في أي فكرة طرحت طول ال 49 سنة اللي فاتوا يقولوا لنا أنه معرض القاهرة الدولي للكتاب يتطور كما يتطور العالم؟ عندك إجابة؟ بصي، أنا عندي تحفظ والله بجد على المعرض. أنا بروح المعرض ده من 30 سنة يمكن، أو يعني من ربع قرن أو حاجة. شفت يعني عشان تعرفوا أنه هو أكبر مني ب 20 سنة، وقعت بلسانك. كانت دينا بتاخدني وإحنا صغيرين، هي كانت كبيرة في الجامعة كده وكانت تاخدني وأنا في ابتدائي نروح المعرض سوا. قال لك بروح من 30 سنة. والله ما اتغير فيه طوبة، يعني أنت عارفة دينا الدنيا، الواحد بيعرض بيحضر معارض بره وجوه. يعني إحنا دلوقتي بنروح مؤتمرات الشباب في مصر داخل مصر، لا في تطور، بحس إن في شباب حلو كده واقف، وبخش بلاقي بامفلت معين بيتوزع القاعه لا مفيش، معرض الكتاب شغال على ايدك يا اسطى كده، نفس النظام على ابوه زي ما بيقولوا. احنا حولناه لسوق النهاردة. الحقيقه يعني سوق. هو السوق برضو على فكره مش اسم وحش، انه سوق يعني مكان مفتوح وناس بتعرض، لكن الحقيقه لو في رؤيه ثقافيه فهو فعلا زي ما احمد بيقول كده لازم تحول لمعرض سويقه، واللي ماشي ضارب سندوتش شاورما قد كده، واللي ماشي بالواد الصغير ماسك معاه كيس شيب، يعني ايه علاقه ده بمعرض الكتاب؟ ليه ما يبقاش حاجة راقية كده؟ أتمنى أن ينظر إليه. غذاء العقول وغذاء البطون. بس أنا بالزبط. في حاجة واحدة اتغيرت وتدهورت، اللي هي مستوى الكتب. يعني هي الحقيقة أنه في حد من الأصدقاء كده كان بيقول في كتاب لكل مواطن، يعني كاتب لكل مواطن، في كل الناس بتعمل كتب، والحقيقة أنه مش كلها مستواها جيد، وده كمان علامة استفهام تانية. يعني الناس بتقبل على إيه؟ كمية الكتب المعروضة دي، طب الناس بتعرف تختار إزاي؟ هل في حاجة تعرف الناس يختاروا كتاب إزاي؟ اللي عمره ما قرأ كتاب ده ومتحمس يروح معرض الكتاب يعمل إيه؟ حاجات كتير. بس خلونا بس الله يخليكم، موضوع الأمطار ده اكيد ليه حل بديهي غير فكره اننا كل سنه نتعرض للضرر. يتمنع يعني يتحموا الناس، يتمنعوا الامطار، يتوفروا الكله عشان الناس تعرف تقرا.